كل الشكر والامتنان للإدارة الحكيمة للكلية التقنية الإدارية المتمثلة بالأستاذ المساعد الدكتور سمير، حيث كان له بصمات واضحة والحقيقة الطفرة النوعية التي تلمسونه في الكلية التقنية الإدارية لم يأتي من فراغ وإنما جاء بجهود كبيرة ومتابعة حثيثة. وأحب أن أشكر كافة القائمين المتمثلة بالأستاذ المساعد الدكتور فرقد لقسم تقنيات الإدارة الإلكترونية على رعايتهم هذا الموسم الثقافي وتعريف المجتمع بأهمية هذا القسم. الحقيقة الكثير كانوا يجهلون أهمية هذا القسم ودوره في المجتمع، ونحن مقبلون على تحول رقمي كبير جدا في كافة الدوائر الخدمية. فهذا التحول الرقمي وربطها مع الإدارة، وحقيقة حاليا الإدارات الموجودة تجهل إلى كثير من الأمور الرقمية وإنما تتبع الطريقة الكلاسيكية في الإدارة. وأسلط الضوء على الكلية التقنية الإدارية، الحقيقة شهدت في هذه السنوات القليلة توسعات كثيرة جدا في مجال التوسع الأفقي، كان باستحداث أقسام علمية تواكب سوق العمل من أهمها قسم تقنيات المحاسبة للدراستين الصباحية والمسائية، وإن شاء الله سوف يكون لها شأن كبير وتعمل على أن تجعل الكلية التقنية الإدارية بيئة جاذبة وتستقطب أبنائنا الطلبة والخريجين. وفي مجال التوسع العمودي أيضا كان لها دور كبير باستحداث الدراسات العليا في قسم تقنيات إدارة الأعمال، ليس فقط الدبلوم والماجستير وإنما كان هناك خطوات جبارة جدا جاءت بمساندة السيد عميد الكلية ألا وهو استحداث قسم تقنيات إدارة الأعمال. وعلى هامش هذا الموسم الحقيقة أحب أن أطلق بأن الجامعة التقنية أعدت بشكل كامل CDC Center Club Student ألا وهو نادي خاص بالمبرمجين والروبوتات التي سوف تقوم بإقامة الدورات وأيضا تستقطب وتكون بيئة جاذبة للذين يمتلكون الإنوفيشن المواهب في هذا المجال ولكافة الفئات العمرية، ليس فقط في طلاب الجامعة وإنما سوف تستقطب الطلبة الموهوبين لفئات عمرية مختلفة اللي تم إعدادها من قبل شعبة التأهيل والتوظيف ومتمثل بالدكتور عبد الله والأستاذ مصطفى بالتعاون مع الكلية التقنية الإدارية. وإن شاء الله سوف نعلن على هامش هذا الملتقى أو الموسم الثقافي بافتتاح هذا النادي الذي سوف يرعى كافة المواهب في المجال التقنيات الحديثة، وأيضا نطلق دورات خلال العطلة الصيفية لكافة الفئات العمرية، بما نثبت بأن الجامعة جزء لا يتجزأ عن المجتمع وسوف تكون لنا أيضا بصمة متميزة في رعاية الموهوبين في المجال التقنيات الحديثة. شكرا جزيلا لكافة القائمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.